بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا أبنائي الأعزاء في هذه الحصة الجديدة واللي كتعلقنا طبعا بالفرد الأول من الدورة الثانية، طبعا المكون الجغرافيا القسم السادس ابتدائي. إذن نشرع على بركة الله. أولا خذوا قلم طبعا وورقة مزدوجة وامتحنوا راسكم. نعم، القسم الأول أعرف الغطاء النباتي الطبيعي. أعرف الغطاء النباتي الطبيعي. إذا الغطاء النباتي الطبيعي نعم ستعرفونه هنا. أملأ جدول بما يناسب الرعي الجائر، القنص المفرط والجائر، القطع المفرط، نعم، ثم هنا للأشجار، القطع المفرط للأشجار، ثم الحرائق المهولة، الحرائق المهولة. إذا هنا السلوكات، سلوكات تهدد طبعا الثروة النباتية، سلوكات تهدد الثروة الحيوانية. ساعة نعم سنضع هنا سلوكات تهدد الثروة النباتية، هنا عنده سلوكات تهدد الثروة الحيوانية. إذا نجيب عن السؤال طبعا، بقي لنا السؤال الموالي هو تيقول لنا هنا أحدد أهم أنواع أشجار الغاب المغرب. أحدد أهم أنواع أشجار الغاب المغرب. نجاوب على الأسئلة وعاد نمر الأسئلة الموالية. بالنسبة طبعا للسؤال الأول فهو الغطاء النباتي شنو هو؟ هي طبعا الأشجار، نعم الأشجار والأعشاب، نعم التي تنمو، التي تنمو بشكل طبيعي، نعم بشكل طبيعي، نعم أو يجدد الإنسان غرسها أحيانا للحد من تراجعها. إذن هذا هو التعريف للغذاء النباتي. السؤال الثاني، أملأ جدول ما يناسب. إذا الرعي الجائر فهو يهدد الثروة النباتية. الرعي الجائر. القنص المفرط أو الجائر يهدد سلوكات الثروة الحيوانية. القنص المفرط والجائر، نعم. القطع المفرط، القطع الأشجار، نعم النباتية، القطع المفرط، نعم المفرط الأشجار للأشجار، طبعا القطع المفرط للأشجار. وطبعا راك هذا الثروة الحيوانية باعتبار أن الحيوانات طبعا تعيش طبعا على هذه النباتات. الحرائق المهولة، فالحرائق تهدد الحيوانات كما أنها تهدد تهدد الثروة النباتية. الحرائق المهولة، إذا الحرائق المهولة قيدناها في السلوكات الثروة النباتية والثروة الحيوانية. نمر إلى السؤال الموالي اللي قال لنا نعطيه بعد أهم أنواع أشجار الغابة المغرب. إذا عندنا غابة العرار أو أشجار العرار، ثم غابة البلوط أو أشجار البلوط، طبعا بلوط، ثم أرقان، غابة الأرقان، ثم طبعا كاين هذاك الأرز، نسينا غابة الأرز مهمة، غابة الأرز، نعم. ثم عندنا هذاك انتشار ماذا؟ السهوب أو الحلفاء، السهوب طبعا اللي هي ديال الحلفاء، انتشار الحلفاء، نعم انتشار الحلفاء اللي هي ديال السهوب. هذا بالنسبة طبعا الجزء الأول. الجزء الثاني من التمرين، التمرين الثاني يقول لنا اعتذر الورقة باش تجي واضحة. التمرين الثاني تقول لنا أصنف فوائد الثروة الحيوانية إلى فوائد طبعا بيئية تتعلق بالبيئة، وفوائد اقتصادية، وفوائد اجتماعية. إذا اللحوم، الجلود، الفرو، العسل، ممارسة عدة هوايات، الصيد، القنص، تنقية وتصفية الطبيعة من الحشرات والحفاظ على توازنها، تشييد صناعات الألبسة، الصناعات الدوائية والغذائية، توفير عدة فرص للشغل يعني المهن.
إذا نصنفوا هذو إلى فوائد طبيعية وفوائد اقتصادية وفوائد اجتماعية. فبالنسبة طبعا اللحوم والجلود والفر والعسل هذو كلهم فوائد اقتصادية. إذا في الخانة التالية اثنان غادي نقيدوها هنايا هنا غادي هاي نقيدوها اللحوم الجلود نعم اللحوم الجلود الفرو العسل هذو كلهم فوائد اقتصادية. ممارسة عدة هوايات هذه فوائد طبعا اجتماعية. ممارسة عدة هوايات ممارسة عدة هوايات طبعا منها تاني الصيد والقنص أو القنص تنقية وتصفية الطبيعة من الحشرات. إذا بيئية هذه تنقية أعتذر الكتابة وتصفية الطبيعة تنقية وتصفية الطبيعة من الحشرات طبعا والحفاظ على توازنها. إذا تنشيط صناعة الألبسة والصناعة الدوائرية هذا كيتعلق بالاقتصاد هذه كتعلق باش بالاقتصاد ها نديرو هنا الاقتصاد هذا فوائد اقتصادية. توفير عدة فرص للشغل فهذه فوائد اجتماعية نديروها في خانة ديال اجتماعية. الحفاظ على خصوبة التربة طبعا هذه بيئية هذه فائدة بيئية الحفاظ على خصوبة التربة ندعو في الجدول هنايا. نمر الآن إلى التمرين الثالث نعم الذي يقول ورتب المراحل التي يمر منها معدن الفوسفات. فمعدن الفوسفات كيمر من مراحل أربعة كاين موانئ التصدير تصفية طبعا الفوسفات ونقل ديالو نقله عبر أنبوب مناجم الفوسفات ثم معامل وطبعا تجهيز الفوسفات. إذا الأولى غادي نرتبهم إذا مناجم الفوسفات هي الأولى مناجم الفوسفات من موراها نقوم بالتصفية جوج تصفية ونقل الذبابة على أنبوب بعدها معامل وتجهيز التصنيع أخيرا طبعا التصدير موانئ التصدير موانئ التصدير. إذا هذا السؤال طبعا ثلاثة نمر إلى الأسئلة الموالية. عندنا واحد التمرين تيقول لنا هنا أعطي مشتقات الفوسفات أعطي مشتقات الفوسفات. إذا هذا الفوسفات شنو كنتجو منه؟ المشتقات ديالو عندنا أسمدة أسمدة فوسفاتية فوسفاتية ثم عندنا حامض فوسفوري حامض فوسفوري هذه بعض مشتقات الفوسفات حامض فوسفوري وأسمدة فوسفاتية طبعا للفلاحة. ثم هنا قال لك أعطي بعض أهم أنواع الصناعة في المغرب الصناعة في المغرب أهم ديالها. إذا النشاط ديالو كاين صناعة السيارات صناعة السيارات ثم معدات الطائرات صناعة معدات الطائرات ثم عندنا مواد ديال البناء مواد البناء ثم عندنا أدوية نعم أدوية المغرب تقوم بهذه الصناعات طبعا نسيج جلد نسيج عفوا نسيج طبعا هو جلد وثاني صناعات غذائية صناعات غذائية وهناك طبعا أشياء أخرى. هنا توجه المغرب في مجال الطاقة المتجددة أحدد أنواع الطاقة المتجددة انطلاقا من الاكتسابات. إذا شنو هي الطاقة المتجددة اللي عندنا؟ هي الطاقة طبعا خصنا نحفظوا هادو الشمسية ثم الطاقة الريحية وكاين الطاقة طبعا المائية الطاقة المائية طبعا هذا كيتسمى أول نموذج قمنا به ترقبوا النماذج القديمة إن شاء الله يكون التنمية المدنية ثم بعد هذا النماذج التاريخ والجغرافية والتنمية حتى نقوم بأكثر من 5 نماذج في كل مكون. أتمنى لكم طبعا حظا سعيدا نرجع الدروس ديالكم وإن شاء الله سأمدكم بمجموعة من الدروس ومجموعة من التمارين ومجموعة من التقنيات.